بهذه الطريقة يبدأ أغلب سكان حي ميغا واحد ببراقي يومهم في بيوت بنيت من قصدير وبلاستيك وقصب وحتى من قطع قماش. المهم أنها تحميهم من غدر الشوارع في ظروف صعبة وأوضاع مزرية نتيجة غياب أدنى ضروريات العيش الكريم، فلا كهرباء ولا ماء ولا غاز ولا قنوات الصرف الصحي، وكلها متطلبات رئيسية. مشي ختم في الدولة هاي كان رقارة هنا يا رقارة يفوت علي الماء والماء وني راح يقولي لعندنا هاي يقولي وين راح أنا يا فاهمين هيدين لازم يجيب لنا حل. عندنا بزاف وحنا ساكنين لهنا يا أول كل ما تصب شوية شتاء يطردقوا منا ياك دا صوالح بزاف الدار الماء نسوف روح الشتاء تصب دايره حالة تصب من البلافون الباسينة تتعمر ولادي يقضي في الأرض ونفذ بالبيدون ونرمي حاشاك في الفيسين الفراش كامل يتشمخ. الخوف والهلع بات رفيقان لهم لمجرد سقوط قطرات من الأمطار. إلا طاحت الشتاء الناس تفرح بها الفلاحين كذا الناس قاعد تفرح بالشتاء احنا نكرهوها احنا ماشي نكرهو إرادة ربي نكرهو الشتاء علاش تخرج لنا في الديار لا بروف في لي مومون تاع الشتاء احنا نقعدو ما نرقدوش. عندنا 20 طون حنا ملي هنايا بون الشتا دارت حاله من البارح حتى اليوم وهي تصب القطره الميديتيت باقي ما كاش بون حالتنا راهي حاله ايماجين توا تهبط من فوق البنك ديريكتومون تجيك في الماء. تدهور الطرق يجعل الخروج من الحي في الشتاء امر جد صعب. قداش خطره تفيض لي بومبي ما عندهمش باش يقدروا يسلكونا هو واحد ما يجي من المسؤولين ما يشوفوهمش ما نعرفوهمش كاع. المطالبة بالترحيل وتوفير سكنات لائقة هي مطلب الوحيد يأمل أغلب سكان الحي تحقيقه، وإن بدا هذا الحل بعيد المنال طالب هؤلاء بضرورة توفير الحياة الكريمة على غرار شبكة الصرف كحلول أولية لا بد منها.